وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن تخصيص وزارة الإعلام يوما مفتوحا احتفاء باليوم الوطني المصري يأتي تجسيدا لما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من روابط تاريخية وطيدة، مستمدين هذا النهج من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله لأهمية دور الإعلام في دعم الدول الشقيقة والصديقة ولكل ما فيه ترسيخ السلام والتقارب بين الدول والشعوب الشقيقة. بداية أود أن أهنئ مصر قيادة وشعب بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية. الحقيقة اليوم يعني ما يقوم فيه تلفزيون وإذاعة البحرين بمشاركة أشقائهم في مصر الشقيقة هو جزء من دور الإعلام الحقيقي والهام تجاه الدول اللي نرتبط فيها ارتباط تاريخي يمتد إلى سنوات طويلة. الإعلام اليوم يعكس طبيعة الدول والقائمين عليه، يعني نحن ومصر دول تملك حضارة تاريخ قديم، دول شعارها الحب والسلام للجميع، مواقف صلبة وواضحة فيها الكثير من الوفاء والحرص الشديد على أمن وسلامة الأخ والشقيق والجار، بعيدا كل البعد عن ثقافة التدخل في الشؤون الداخلية للدول والفوضى الإعلامية اللي نشوفها وكل ما يقوض أمن الدول. فالحقيقة احنا في البحرين، وأنا أقولها شخصيا كمسؤول عن القطاع الإعلامي، نتعلم كثيرا من صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله على أهمية دور الإعلام في البناء ودعم الأخ والجار والصديق وإبراز كل ما يدعم العلاقات أو التقارب بين الشعوب. فحفظ الله البحرين ومصر والشعبين الشقيقين من كل مكروه، وكل عام ومصر بألف خير إن شاء الله.